في قديم الزمان عاش نبي كريم وهو سيدنا ايوب بن موس وهو من ذريه ابراهيم الخليل عليه السلام كان ايوب رجلا صالحا اعطاه الله سبحانه وتعالى الكثير من المال والاهل والولد وكان لديه من الانعام والماشيه والعبيد الكثير وكان بارا باهله محبا للخير يحل الخلافات بين الناس ويرعى شؤونهم لي في ذمتك مائه دينار لا والله لقد دفعتها لك لا تكذب يا رجل تدخل سيدنا ايوب عليه السلام ليفض الخلاف فقال انت اذهب في حال سبيلك وانت يا رجل ساعطيك المئه دينار من مالي تعجب احد الناس الحاضرين مما فعله ايوب عليه السلام فسال يا ايوب لماذا تدفع هذا المال للرجل فقال له سيدنا ايوب عليه السلام اني اكره ان يحلف الناس بالله في خصوماتهم هذا يدل على مدى ورعه وحبه لله احسنت يا احمد احسنت مرت الايام وبعد زمن فقد سيدنا ايوب عليه السلام ماله ومات اولاده واهله الا امراته واخوان له اثنان وفقد متاعه كله وهذا ابتلاء من الله تعالى لعبده ايوب حتى يمتحن مدى تحمله وهل يكون صابرا في الضراء كما كان شاكرا في السراء حاول الشيطان ابعاد ايوب عن عباده الله الا انه ازداد تمسكا وحبا لله وايمانا به ثم اراد الله ان يزيد الابتلاء فاصاب المرض سيدنا ايوب ولم يبق عضو منه سليم الا قلبه ولسانه فامتلا جسده بالقروح والدمامل واصبحت الرائحه النتنه تخرج منه فكرهه الناس وابتعدوا عنه وفي نهايه الامر اخرجوه الى مزبله خارج البلده ظل ايوب عليه السلام صابرا محتسبا مؤمنا بالله وكان الله قد ابقى له زوجه صالحه ظلت تخدمه وترعى شؤونه وكانت تخدم في البيوت كي تطعمه لم يتعب الشيطان من محاولاته لعله يوقع ايوب في الخطا وعندما تاكد انه لا سبيل له عليه تمثل الشيطان لزوجه سيدنا ايوب عليه السلام على هيئه رجل وقال لها لقد كنت في عز ومال وجاه مع زوجك ولديكما من المال الوفير والخدم الكثير ودواء زوجك هو ان يدعو ربه بان يرفع عنه البلاء فاطلبي اطلبي منه ذلك وماذا كان رد زوجه سيدنا ايوب يا جدي ذهبت الى سيدنا ايوب بعد أن أقنعها الشيطان وقالت له يا نبي الله ادعو ربك أن يكشف عنك الضر والبلاء فإن الله لا أجابها سيدنا أيوب عليه السلام لقد عشت سبعين سنة صحيح الجسم في عز وجاه مال كثير وخدم وأبناء أفلا أصبر على ما أنا فيه سبعين سنة أخرى حزنت زوجته كثيرا، ولكنها لم تستطع أن تثنيه عن عزمه. أصبح الناس يتجنبون خدمة زوجة سيدنا أيوب لهم خوفا من العدوى، وطرقت كل باب للعمل، إلا أن الأبواب كانت موصدة أمامها. «أرني ضفيرتك؟» قالت زوجة سيدنا أيوب عليه السلام: «ها هي! الله ما اجملها هل تبعينها بهذا الطعام اطرقت زوجه سيدنا ايوب عليه السلام حزينه فليس لها مخرج مما هي فيه سوى بيع ظفيرتها جاءت زوجه سيدنا ايوب عليه السلام لنبي الله بالطعام فقال لها سيدنا ايوب عليه السلام من اين هذا الطعام يا زوجتي قالت زوجته لقد عملت لدى بعض الناس وفي اليوم التالي باعت ظفيرتها الاخرى مقابل الطعام واحضرته لزوجها فقال لها سيدنا ايوب عليه السلام من اين هذا قالت زوجته لقد عملت لدى بعض الناس ساورت الشكوك نبي الله ايوب وقال لزوجته والله لا اكل منه حتى تخبرين الحقيقه ولقسمه كشفت زوجته عن راسها فاذا به حليق حزن سيدنا ايوب عليه السلام حزنا شديدا كان لسيدنا ايوب اخوان فجاءا يوما فلم يستطيعا الاقتراب منه من ريحه فقاما من بعيد فقال أحدهما لصاحبه لو كان الله علم من أيوب خيرا ما فجزع سيدنا أيوب من قولهما جزعا لم يجزعه من شيء قط قال سيدنا أيوب وهما يسمعانه اللهم إن كنت تعلم أني لم أبت ليلة قط شبعانا وانا اعلم مكان جائع فصدقني فصدق من في السماء سيدنا ايوب واخواه يسمعان ثم قال سيدنا ايوب اللهم ان كنت تعلم اني لم يكن لي قميصان قط وانا اعلم مكان عار فصدقني فصدق من في السماء سيدنا ايوب واخواه يسمعان ثم خر لربه ساجدا وقال اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين استجاب الله لدعاء نبيه الصابر سيدنا ايوب وكانت زوجته ليست عنده بعد ثماني عشره سنه من الابتلاء امر الله سيدنا ايوب عليه السلام بان يضرب الارض بقدمه فانفجر منها الماء البارد فاغتسل منه وشرب واذهب الله عنه البلاء والمرض فشفيت جروحه واندملت قروحه وعاد كما كان سليما معافا باذن الله سبحانه وتعالى والبسه الله حله من الجنه فتنحى سيدنا ايوب وجلس في ناحيه وجاء امرأته فلم تعرف فقالت يا عبد الله أين ذهب هذا المبتلى الذي كان هنا وجعلت تكلمه ساعة فقال لها ويحك أنا أيوب قالت أتسخر مني يا عبد الله فقال ويحك أنا أيوب قد رد الله علي جسدي لقد دعوت ربي فاستجاب دعائي وكشف عني الضر والبلاء رد الله سبحانه وتعالى لنبيه الصابر الشاكر ماله وولده وكثرهم له وعاش بعد شفائه من مرضه سبعين سنه وكان مثالا يضرب في الصبر على البلاء الى يومنا هذا نعم يا جدي ان هذا المثل يقول يا صبر ايوب احسنت يا احمد انت فتى ذكي ان هذه القصه ممتعه جدا